تشهد الملاعب الرياضية للقرب التي تم افتتاحها السنة الماضية على طول الطريق الساحلي لمدينة الرباط إقبالاً خلال شهر رمضان الكريم من قبل الشباب المنخرط في الجمعيات الرياضية بالعديد من الأحياء بالعاصمة وتمكينه من ممارسة مختلف الرياضات الجماعية ككرة القدم المصغرة وكرة السلة وكرة اليد خلال شهر رمضان كي, كي يعني كي يكون واحد إقبال كبير على هاد الملاعب وهادو اللي تحدثت أول حاجة تحدثوا جوج ديال الأنواع ديال الملاعب النوع الأولاني هو اللي تتحدث جهة البحر يعني وما فيش يعني الكازون يعني ما فيش العشب وإلى آخره وهاد هاد هادوك هد التيرانات مخصين يعني للجميع للعموم بمعنى اي انسان يقدر يجي انه يجي يدخل ويلعب ياخذ التسويعه ديالو ويلعب الى ويلع اخره بالنسبه لهادو لهاد التيرانات اللي هما غازوني تخلقوا هنايا وتخلق في بوهلال وفي اخرى ومازال حتى حي الرياض من بعد غيتنشوا شي منشات اخرى وهذا جديده هادو مديورين محسوبين على حساب وزاره الشباب والرياضه بمعنى وزاره الشباب والرياضه والعماله مجلس العماله والمدينه وداك الشيء هما اللي يعني دخلوا في هذه الشراكه هذه باش تاسست هذه المنشاه هذه وتندرج هذه الملاعب الرياضيه للقرب التي كلفت غلافا ماليا بلغ 3 ملايين و 200 ألف درهم في إطار تعزيز البنيات التحتية الرياضية للقرب من خلال توفير فضاءات لفائدة الشباب المنتمي للأحياء الآهلة بالسكان بمقاطعتي يعقوب المنصور وحسان وكذا المحيط والعكاري والكورة والمنزه تم إحداث هذه الملاعب ديال القرب باش يعني ندمج الشباب باش ندمجوا الشباب ونقربوا لهم الملاعب ويكون عندهم واحد المتنفس فين انهم يبرزوا الطاقات ديالهم والامكانيات ديالهم ويحيدوا حتى الستريس مثلا اللي ما غاديش بالاضافه الى ان هاد التيرانات هادو يشكلوا مدارس ديال كره القدم هنا في المنظور يعني اللي هو جاي ومن اجل الحفاظ على التجهيزات التي توفرها هذه الملاعب من اضواء كاشفه وسياجات حديديه ومعدات خاصه بالرياضات الجماعيه اتخذت مجموعه من التدابير من اجل حراسه هذه المنشات الرياضيه وكذا ضمان استمراريتها